أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة خبر عودة اجتماعات لجنة إعادة الانتشار أوك في إطلاق النار في الحديدة بنقل الاجتماعات من بر المدينة إلى بحرها. عقدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار في الحديدة اجتماعا لها على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة بحضور ممثلي الحكومة والحوثيين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي مشارك في الاجتماعات أن اللواء باتريك كاميرت نجح في جمع طرفي نزاع فوق سفينة أممية ترسو قبالة الميناء. أكد أن الاجتماع ركز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذا لاتفاق السويد. ومن المتوقع أن يكون الاجتماع الثالث للجنة المشتركة هو الأخير الذي يترأسه اللواء الهولندي باتريك كاميرت، إذ من المنتظر أن تنتقل مهامه لخلفه الفريق الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد. نناقش هذا الخبر في محورين: بنقل اجتماعات لجنة إعادة الانتشار إلى سفينة في البحر، هل نجحت ميليشيا الحوثي بفرض شروطها على عمليات إعادة الانتشار؟ وما الذي سيمثله تغيير رئيس الفريق الأممي المتواجد بالحديدة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؟ هربا من غدر بر الحديدة، اتخذت الأمم المتحدة من مياه البحر الأحمر مكانا لاجتماع لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة إطلاق النار في محاولة لإنقاذ مشاورات السويد المتجمدة بسبب الخروقات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي. مصادر أممية قالت بأن الجنرال باتريك كاميرت صعد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة في سياق التحضير لاجتماع ثالث للجنة إعادة انتشار القوات المشتركة. يذكر أن هذا الاجتماع سيكون الأخير للجنرال الهولندي باتريك في انتظار الجنرال الدنماركي لوليسغارد الذي من المتوقع أن يبدأ عمله في اليمن خلال اليومين القادمين. اللقاء الأممي على سفينة في البحر أتى بحسب مصادر حكومية نتيجة لرفض ميليشيا الحوثي حضور الاجتماعات السابقة التي عقدت في مناطق خاضعة لسيطرة الشرعية، كما أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى مخاوف الفريق الدولي من التعرض لإطلاق النار بعد حادثة اعتداء الحوثي على موكب باتريك كاميرت في 17 يناير الماضي. التوجه الأممي نحو البحر يتزامن مع شن ميليشيا الحوثي هجوما عنيفا على مواقع للقوات الحكومية جنوب وشرق المدينة في تحد واضح للمجتمع الدولي. وسط هذه الخروقات تبقى قدرة الفريق الدولي على إحداث تقدم في مسار اتفاق ستوكهولم رهين نجاحه في تحريك مياه السلام الراكدة في ميناء الحديدة بعد أن فشل في وقف إطلاق النار في مداخل المدينة وأريافها. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. أهلا بك دكتور. إذن برأيك لماذا تتخوف ميليشيا الحوثي من عقد اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؟ مرحبا بك وبالجمهور الكريم. طبعا بالنسبة للحوثيين ليسوا المستفيد الأول من انعقاد الاجتماع الأخير للباتريك على عرض البحر، فالمستفيد الأول هو الأمم المتحدة التي تخطط، يبدو أنها تخطط لنقل الإشراف الدولي أو الوصاية الدولية من دول الخليج إليها مباشرة، والتعقيدات الأمنية التي سمح لها أن تمر بأيدي حوثية إنما هو لتبرير إنزال هذه القوات المحدودة وربما يتلوها لاحقا قرار أممي وفق الفصل السابع لتعزيز قوة أخرى إذا ما تعنتت. معذرة دكتور، هلا أعدت النقطة لأني لم أسمع بشكل جيد. تتحدث عن فائدة لميليشيات الحوثي بهذه الخطوة؟ أنا قلت ليس هم المستفيد الأول في الموضوع، المستفيد الأول في الموضوع هي الأمم المتحدة التي تخطط على المدى القريب بنقل اليمن إلى وصايتها العسكرية مباشرة، والضغط القائم على الدول التحالف هو بهذا الاتجاه،
وتعقيدات المشهد بأيدي حوثية في الحديدة هو يبرر للأمم المتحدة بإنزال قوات عسكرية محدودة 75 شخص مع فريق آخر لوجستي داعم إداري وعقد المحادثات على عرض البحر، ويعطي إشارة للعالم وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن الموضوع على الأرض يحتاج إلى قوات عسكرية تفرض تنفيذ اتفاق أو تفاهمة السويد، وربما في المستقبل تتعزز قوات أممية أخرى ويصدر قرار لتعزيز وجودها والصفة السابعة حتى تنتقل هذه المناطق الساحلية التي كانت موضوع تفاهم وربما أيضا مناطق أخرى داخل مدنها فيها صنعاء للأمم المتحدة أو لإشرافها العسكرية المباشر. هذا ما يلاحظ. طبعا المستفيد الثاني هم الحوثيون، لأن تعنتهم بهذا الشكل يجعل الحديدة تبقى تحت وصايتهم وإدارتهم، وبالتالي هم مطلوبون من تسليمها لأنهم يعلمون بأن تسليمها بهكذا طريقة سيفقدون مولدا كبيرا وسيفقدون أيضا سيادتهم على هذه المناطق، وربما أيضا تتآكل قوتهم يوما بعد آخر ويفقدوا ثقتهم تجاه جمهورهم المشحون بالزواجل وبالوعود وبالقوة الخرافية الهائلة التي طبعا هي تتلاشى مع الزمن، وهم يكادرون لأنه ليس لهم خيار غير القتال أو الموت، واليمنيون أيضا ليس لهم من تصالح أو من تعايش مع هذه الميليشيات غير الانتصار أو الموت، وبالتالي الصراع السياسي في اليمن لا حل له إلا بالحسم العسكري الحقيقي لأحد الطرفين، وأي حلول سلمية هي مجرد مفكرات وهي أيضا طريق لإطالة أمد الحرب إلى أمد الكبير. طيب يعني بفرض أن ما تقوله يعني بالنسبة للأمم المتحدة صحيح دكتور، لماذا من بداية الأمر لم تكن البعثة المخولة من مجلس الأمن بعثة عسكرية تحت طائلة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؟ لماذا كانت بعثة سياسية منذ البداية؟ طبعا الأمم المتحدة عندما تبرم اتفاقا أو تنفذ خطة على الأرض عادة لا تدخل بشكل مباشر كوصي أو تدخل المناطق في النزاع تحت الوصاية المباشرة، لأن هناك تعقيدات في اتخاذ القرار، وبالتالي هي دخلت من أولا لو تتذكر ويتذكر الجمهور الكريم دخلت من البوابة الإنسانية، يعني ليس حل للنزاع ولا من البوابة الإنسانية لحفظ يعني لتأمين الكوارث، وانتقلت إلى الجانب السياسي تخطط إلى حل في هذا الجانب اليمني، وبالتالي بدأت أيضا بقوات محدودة وهي القبعة الزرق بعدد 75 بقرار اقترحته بريطانيا، ولكن أيضا ستجد نفسها هذه القوات نتيجة تعنت الحوثيين وغضب. دكتور فيصل يجب الإشارة، ال 75 المراقب ليسوا ضمن عمليات حفظ السلام، ليسوا أصحاب قبعات زرق. نعم أعلم ذلك، ولكن كذلك هم مقدمة بعدم قدرتهم على تحقيق أي شيء فيتوزعوا بتعزيز قوة أخرى، هذا ما هو مشتمل. أنا أقرأ الواقع بشكل استنتاجي أو استشرافي، لا نستطيع طيب أن نتحدث بوقائع لأنها ليست من المصع الأرض، لكن هي ماذا إذا فشلت هذه القوات؟ يعني أن تقول أن هذه مؤشرات التدريب. نعم مؤشرات طيب تؤدي إلى مزيد من القوات ربما تتحول إلى قوات حفلة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي أستاذ وضاح الجليل. أستاذ وضاح، إذن تغير مكان عقد الاجتماعات، كانت الحكومة الشرعية يعني آخر اجتماع للجنة إعادة الانتشار كان قبل حوالي شهر في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد ذلك شهدنا الحوادث التي تعرض لها كاميرت وأيضا حتى الفريق الحكومي في هذه اللجنة، رفض الحوثيون أن يكون الاجتماع في مناطق سيطرة الشرعية، اليوم يجتمع الحوثيون والحكومة وكذا كاميرت وفريق الأممي وسط البحر، ما هي دلائل ذلك برأيك؟ نعم مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. من الواضح جدا أن هناك تدليل كبير بلغ مداه للحوثيين من قبل المجتمع الدولي مثلا بالأمم المتحدة، وصل هذا إلى حد أن الأمم المتحدة حتى ترفض أن تتعامل بصرامة مع الحوثيين فيما يخصها هي وليس فيما يخص الشعب اليمني والحكومة الشرعية والقانون الدولي، بل فيما يخصها هي وما يخص موظفيها. الفريق الأممي بقيادة كاميرت في الحديدة تعرض للتحريض ضدهم ومختلف أنواع الشتائم والقذف
العلني، ووصل الأمر حتى الاعتداء عليه بإطلاق النار على موكبه واستهدافه شخصيا، ومع ذلك وبرغم أن كاميرت حاول الانسحاب من المشهد وتقديم استقالته، إلا أنه مورست عليه ضغوط للعودة إلى الحديدة، ولم يكن هناك اكتراث بما تعرض له من تحريض واعتداءات، ما اضطره إلى أن يعود، ولكن هذه المرة يحاول تأمين نفسه بعقد الاجتماعات في البحر، على ذلك يكون مكانا آمنا. وربما لا أظن حتى أن البحر مكان آمن، من المؤكد أن لدى الميليشيات الحوثية من الأسلحة ما يمكن أن تستهدف به هذه السفينة مثلا. ثم يعني هل أفهم منك أستاذ وضاح أن الأمم المتحدة ستخاطر بأحد موظفيها أو بطاقم موظفيها بطبيعة الحال بأن تعيدهم إلى الحديدة بهذا الشكل؟ طالما وأنه قد تم الاعتداء على هذا الموكب ولم تصدر الأمم المتحدة بيانا توضح فيه حيثيات هذا الاعتداء وتفاصيله، وطالما أنه قد كان هناك تحريض ضد كاميرت، فهذا يعني أن لكن هي أدانت في بيان ما تعرض له الفريق وإن لم تسمي الجهة التي قامت بإطلاق النار. عدم التسمية وحده هذا دليل على أن هناك تواطؤ مع الحوثيين، من المؤكد أن الاعتداء لم يقم به سوى الحوثيون، ولا يمكن أن يتجرأ عليه سواهم. هذا مثل هذه الأعمال الإجرامية ليست جديدة، والحوثيون قد انتهكوا الكثير من القوانين الدولية، وقد مارسوا أعمال تحريض بل وأعمال قمع واعتداءات على موظفي الأمم المتحدة في أكثر من مكان، وكثير من مقرات المنظمات الدولية تم الاعتداء عليها، وكثير من الموظفين تم احتجازهم والتنكيل بهم ومصادرة الممتلكات أيضا وإغلاق المكاتب. هذا الأمر ليس جديد، لكنه هذه المرة كان أكبر جسامة، بحيث أنه كان على موظف من كبار الموظفين وهو يقوم بمراقبة تنفيذ اتفاق على الأرض، وهو أيضا قائد عسكري وليس بموظف عادي. هناك أيضا لاحظنا أو يمكن أن نستشف أو نتعرف على أن هناك خلاف عميق ما بين كاميرت والمبعوث الأممي جريفيث من خلال الكثير من التفاصيل وكثير من المشاهد والملاحظات. هناك خلاف عميق، ويبدو أن هناك إصرار على إخفاء الكثير من الحقائق على ما يجري في الأرض. حتى الآن الأمم المتحدة لم توضح حيثيات خروقات وقف إطلاق النار، كما أنها لم تذكر بشكل واضح وصريح من الذي يعرقل تنفيذ الاتفاق، برغم أن الأمر واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى ذكاء واستشفاف. هناك طيب. الحوثيون يرفضون تنفيذ هذا الاتفاق ويعلنون ذلك صراحة في وسائل إعلامهم حتى. نعم تفضل. طيب يعني أستاذ وضاح، هناك من يتحدث على أن الأمم المتحدة ترفع ذلك عبر التقارير ولا تقول ذلك عبر الإحاطات التي يطلقها أو التصريحات السياسية التي يطلقها مارتن جريفيث. على كل حال أسألك دكتور فيصل، وأنت الذي قلت أن هناك مستفيد أول هو الأمم المتحدة ومن ثم الحوثيين، في هذا يعني بوضع هذا الاعتبار لكلامك، ما هو موقف الحكومة من كل ذلك؟ أليس من المفترض بها إذا ما شاهدت أن كل هؤلاء ضدها أن تأخذ موقفا حازما، وهي المدعومة بقرارات أممية وهي المدعومة بتحالف عربي؟ للأسف الحكومة هي الطرف الغائب والطرف الأضعف في حيثيات الصراع المكاد منذ 4 سنوات، سواء في الجبهات العسكرية أو في مفاوضات السلام أو حتى في الحديث عن القضية اليمنية، حيث تسمح الحكومة بكل رعونة من الرباعية التي ليس طرفا فيها بأن تتحدث عن القضية اليمنية وتتحدث عن الثنائية الإماراتية السعودية لتتحدث عن القضية اليمنية وهي ليست طرفا فيها، وتسمح لكل وزراء الخارجية في العلاقة يتحدث مع طرف ثالث باسم القضية اليمنية والحكومة غير موجود كطرف، وبالتالي الحكومة اليمنية للأسف وضعت نفسها في مأزق كبير في هذا الصمت الغير مبرر، ولديها مكان القوة كبيرة لكنها لا تحركها. طيب لماذا تشارك بهذه الاجتماعات؟ لماذا تتماشى مع هذا الوضع وتذهب إلى عرض البحر وتشارك في اجتماعات لجنة إعادة الانتشار؟ ما الذي تريد إيصاله أقصد؟
هي لا تريد أن تكون طرفاً عرقلاً وتريد أن تستدرج الحوثيين لتعريتهم هذا الجانب المقتضى الممكن أن تكون مفيدة يعني لتعرية الحوثيين باحترام الطرف المعرقل حتى يصدر ضدهم قرارات يعني عقوبات أو قرارات وفق الفصل السابع. لكن مثل هذا الاحتمال قد لا يكون واردا إذا كانت الأمم المتحدة أقصد ليس بمعنى المبعوث الأممي وليس بمعنى المبعوث العسكري المشرف على لجنة الانتشار، ولكن أقصد الدول الدائمة الدول الخمسة الدائمة لجنة الأمن الممسكة بالسياسة الدولية تسعى لوضع يدها على هذه الخريطة الجغرافية التي تشرف على أهم مرمائي دولي في العالم تمر منه أكثر من 80% من التجارة الدولية. ولذلك هناك حرص على أن تحول الوصاية قلنا من دول الخليج إلى قضية اليمن وهذه المنطقة هي المنفاة البداية الأولى إلى الأمم المتحدة، أولا لاعتبار فشل هذه الدول دول التحالف بالحتم العسكري وكذلك توسع الانتكاسات في الجانب الإنساني وضغوطات دولية لمنع هذه الحكومات من تزويد دول التحالف الفاشلة في الأسلحة والدعم وستنتقل الوصاية. لكن ألا ترى دكتور أن فشل التحالف العربي يعني أن هذا الملف هو عبء أكثر مما هو شيء يمكن أن تستفيد منه هذه الدول الكبرى؟ هو عيب عندما لا تكون أنت جهة صاحبة قرار، هو عيب على دول التحالف لأنها لا تمتلك القرار الكلي في مسألة شائكة لها 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 بعد دولي أكثر يتعلق في ممر نائي هام وهو تحت أعين هذه الدول صاحبة القرار. لكن لو كانت دول التحالف تصرفت وفق الإرادة الذاتية ربما لساعدت اليمنيين في استعادة الدولة والشرعية ودفعت بهم ومنحتهم على الأقل تدريبا وتأهيلا للقوات العسكرية وعتادا يقدر الجيش اليمني باستعادة الأرض وتخفيف العبء عليهم. لكن الأمم المتحدة لا تعتبر ذلك عبء لأنها تريد أن تعطل أن تجعل هذه الجغرافية خاملة والقضية اليمنية أكثر خمولا ثم تظل هذه المناطق الحساسة الجيوستراتيجية تحت سيطرتها وتحت نظرها وبالتالي تبعد أي أطماع لهذه الدول التي ليست محل يعني منافسة للأمم المتحدة أو للدول الكبرى وإنما هي وكيلة على الأرض تعطى ضوء أخضر إلى حد ما ولكن عندما تتجاوز يتم إزاحتها وهذا هو الله حاصل تعطي الضوء الأخضر بالصمت لتدخلها عن طريق طلب دولة السلطة الشرعية لتدخلها ولكن عندما حصلت كوارث إنسانية بدأت الأصوات في المجتمع الدولي والنظام الدولي يضغط باتجاه حرمان هذه الدول من الدعم ورفع وصايتها على اليمن لكي تتحول إلى الوصاية الأممية. الملف اليمني ذاهب هكذا الانتقال من وصاية إقليمية إلى وصاية أممية. هل تتفق أستاذ وضاح؟ هل تتفق مع الدكتور فيصل؟ نعم برغم أني لم أسمع يعني أقصد الدكتور فيصل تحدث عن نقاط كثيرة من ضمنها مسألة التحالف العربي وفشله في إدارة الملف اليمني. هذا الأمر جعل أن هناك أطماع أو جعل دول كبرى ترى أنها قادرة على إدارة هذا الملف وهو الدور الذي يبدو أنها تريد عمله الآن إذا كان فهمي صحيحا لما قاله الدكتور. بالتأكيد أنا قلت لك أنني لم أسمع بشكل جيد سمعت لكن لدي فكرة عامة عما قاله ضيفك الكريم. طبعا بالتأكيد التحالف العربي لا نستطيع أن نتهمه بشكل مباشر بأنه فشل في إدارة الملف اليمني لأن هناك فشل أو لأن الرؤية لديه لم تكن متكاملة. هناك أسباب أخرى إلى جانب هذا السبب وهو أن المجتمع الدولي أراد إدامة الانقلاب وإصدار قرارات أممية بعودة الحكومة الشرعية وعودة الأوضاع إلى ما قبل تاريخ انقلاب حدوث الانقلاب لكنه على مستوى المستويات الأخرى ومن خلف الكواليس كان يقدم تسهيلات للحوثيين ويسمح بحصولهم على مزيد من النفوذ والاستفادة من هذه الحرب. هناك تواطؤ كبير حدث مع الحوثيين مكنهم من الاستقواء أكثر والمواقف السياسية المختلفة المؤيدة للحوثيين في السر أصبحت علنية حاليا ما نلاحظه من تصريحات الكثير من قادة الدول الكبرى ومن
وزراء خارجيتها وخصوصا بريطانيا. هناك تواطؤ كبير مع الحوثيين وإرادة لتمكين الحوثيين ويجعلهم ورقة مذهبية وطائفية وأمنية في المنطقة يمارسون من خلالها الابتزاز. طيب برأيك هل تقوم الحكومة المنطقة. هل تقوم الحكومة وكذلك التحالف من ورائها بما يلزم للوقوف أمام هذه، يعني باعتبار صحة ما تتفضل به، هل تقوم الحكومة والتحالف بمواجهة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الانحيازات الدولية للحوثيين؟ نعم هي تقوم، ولكن ليس بالشكل الكافي وليس بالشكل اللازم، وهناك أيضا نوع من التراخي في هذه المسألة ومحاولة لإرضاء القوى الكبرى في ملفات أخرى وقضايا أخرى في المنطقة وليس الملف اليمني فقط. لذلك تحصل الكثير من التنازلات على أمل أنه أن هذا الملف سيتم حسمه في وقت لاحق، أو أن المجتمع الدولي نفسه سيصل إلى مرحلة اقتناع بعدم جدوى التعاطي مع الحوثيين أو التعامل معهم. لكن للأسف المجتمع الدولي وخصوصا القوى الكبرى فيه ترى في الحوثيين ورقة مذهبية وطائفية تؤجج الصراعات في المنطقة، وبالتالي تجعلها لهم فضاء للتدخلات وسوقا لبيع السلاح، وأيضا إضافة إلى ذلك تسعى لإشالة التحالف العربي من أجل أن لا يكون هو من يدير الملف اليمني لوحده، بأن بمعنى أن هذه القوى الكبرى لا تريد للإمارات مثلا والمملكة العربية السعودية بأن تكون صاحبة شأن قوي في المنطقة، تريد هذه القوى أن تضعف شأن هاتين الدولتين في المنطقة، وبالتالي يصبح هناك نوع من تقاسم المصالح معهم جميعا. وفي هذا المجال يتم استخدام إيران والقوى الميليشياوية الموجودة في المنطقة لابتزازهما وتقليص نفوذهما. هذا إلى جانب أن هناك أخطاء كثيرة في إدارة الملفات في المنطقة من قبل التحالف العربي، هناك أخطاء كثيرة أدت إلى حدوث الكثير من الانتكاسات. مثلا في الملف اليمني كان يفترض أن تكون هناك حسم في العمليات العسكرية، وعدم التراخي أو الاستجابة لهذه الضغوط التي من شأنها أن تمكن الحوثيين أكثر. مثلا ميناء الحديدة كان يمكن تحريره في ظرف زمني قصير، لكن الاستجابة لهذه الضغوط ومن ثم الذهاب إلى مفاوضات أعطى للحوثيين فرصة للمراوغة والمناورة وإعادة التموضع، وبالتالي شعروا أيضا أن هناك قوى دولية ترعى وجودهم وتقدم لهم مثل هذه التسهيلات، فزادت أهمتهم وزادت غطرستهم، ووصل بهم الأمر إلى أنهم يعتدون على موظفي الأمم المتحدة ولا أحد. طيب بالحديث عن موظفي الأمم المتحدة، الآن تم تغيير كاميرت رسميا، سيأتي الفريق الدنماركي ميكال أنكل لوليسغورد إلى الحديدة تقريبا يومين أو في غضون الأيام القادمة أقصد. دكتور فيصل، ما الذي سيتغير؟ لن يتغير شيء على المدى المنظور، لكن ربما التغير الحقيقي ربما يصبح هناك تناهي ما بين الفريق الجديد مع المبعوث الأممي الذي يسعى إلى تنميع القضية اليمنية بأن يجعلها مستدامة. ربما كان باتريك يقدم قرارات مهنية لا ترضى عنها الأطراف الدولية، ولا وهي ليست على رضا مع جريفيث. هذا ما هو ما استنتج، بأن هناك صراع بيني غير معلن، بأن الرجل باتريك أراد أن يكون أداؤه مهنيا، وهذا يتناقض مع القرارات والإحاطات الغامضة التي يسعى إليها أو يقدمها المبعوث الأممي مارتن جريفيث. فإذا ما الفريق الجديد استمر بنفس طريقة باتريك أيضا سيحصل الصراع البيني مستمرا، ولكن اختياره ربما يكون اختيارا يعني مستهدفا في الاختيار لعدم وجود تصادم داخل الفريق الأممي، سواء فريق الانتشار أو الفريق المبعوث الأممي. وفي كلا الحالتين لم يحدث على القضية اليمنية تغييرات ذات قيمة، لأن التغييرات ذات القيمة بالنسبة لملف الحديدة هو كان يفترض للحكومة إذا كان لها قرار أن لا تقبل الذهاب إلى تفاهمة السويد قبل استرجاع الحديدة والشريط الساحلي، وبعد ذلك تذهب إلى مفاوضات
إن شاء الله تستدين فترات طويلة لا يهم، لكن أن تكون الحديدة تحت قدرتك على استعداداتها بأسبوع ثم توقف كل كامل المعارك وكامل الجبهات وتذهب إلى مقاومات، هنا انتكاسة للأسف في أداء الحكومة، انتكاسة غير مبررة وغير مقنعة، ولا يوجد حتى خطاب سياسي رشيد لإقناع الشعب بأن هناك خطوات ستأتي ثمارها بشكل أفضل بناء على عدم تدمير الحديدة، وأنه ذاهبون عن طريق التسوية السلمية إلى استرداد الملك كامل وليس الحديدة فقط. الخطاب هذا في صمت، هناك صمت من الحكومة للأسف، والثقة تتآكل بين الشعب اليمني وهذه السلطة الشرعية التي الناس مضطرون للبقاء تحتها والاعتراف بها ودعمها كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني ليس لهم خيار إلا أن يبقوا محترفين بها حتى نصل في مرحلة قادمة إلى حالة ما، وإذا ما تمت المواجهة المستقبلية ما بين الشعب اليمني والحوثيين لا نحتاج إلى دعم خارجي، ربما ينتصر الشعب اليمني بإرادته الحرة للجرائم الخبيثة والمروعة التي ارتكبها الحوثيين وأصبحوا مرفوضين ومنبوذين نفسيا واجتماعيا إلى درجة كبيرة. فإذا ما راتت الفرصة للشعب اليمني ربما ينقض عليه الانقضاض. طيب دكتور، دعني أنتقل إلى أستاذ وضاح. الآن أنور قرقاش صرح يلوح بالقوة في حال باستخدام القوة في حال لم يتم تنفيذ اتفاق الحديدة، برأيك ما الذي سيحصل خلال الأيام القادمة بدقيقة إذا سمحت؟ من المؤكد أن هذه الجلسة الأخيرة التي والاجتماع الأخير الذي عقد اليوم سيكون هو آخر اجتماع قم به كاميرت مع اللجنة المكونة من الانقلابيين والحكومة الشرعية لتنفيذ وقف اطلاق النار في الحديدة، وقد فشلت هذه الجلسة، الحوثيون رفضوا تنفيذ الاتفاق تماما مبررين ذلك باستمرار الغارات الجوية. حاليا ربما يتم قدوم الجنرال الدنماركي، وهذا سيحتاج مزيد من الوقت حتى يصل ويبدأ مباشرة المهامه، لكن لا فائدة أيضا من تغيير الأشخاص طالما أن هناك تراخي من قبل المجتمع الدولي وتسهيل للحوثيين للقيام بمثل هذه الخروقات وعدم تنفيذ الاتفاقات. وبالتالي نحن الآن دخلنا في طور تجزئة القضية اليمنية، تم تجزئتها إلى قضايا صغيرة، ومن ثم هذه القضايا الصغيرة أيضا يتم تجزئتها إلى قضايا أصغر فأصغر حتى تتميع القضية بشكل تام. حاليا اتفاق الحديدة لم يتم تنفيذه، وستعقد الجلسات والمشاورات الكثيرة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، وفي كل جلسة وفي كل مفاوضات ستكون هناك اتفاقات أخرى لم يتم تنفيذها. نعم أشكرك أستاذ وضاح الجليل المحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من القاهرة، كما أشكر دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة كان معنا من تعز. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.